اقرأ كتابك فالحياة سراب، ما لم يقدها في الدروب كتاب. يا حبذا الوطن العزيز حبذا، قمر المعارف ما عليه حجاب. تحية طيبة بعد 30 سنة بالتمام والكمال على إصدار الدستور 20 يوليو 1991. وفي 20 يوليو 2021 صدر كتاب السلطة التشريعية في النظام الموريتاني من نشأة الفكرة النيابية للولاية التشريعية السادسة في ظل الدستور 1991 المعدل، لمؤلفه الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي أستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط وبجامعة العلوم الإسلامية بالعيون، رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية. الكتاب ضم 6 فصول، أولها عن التجربة النيابية في موريتانيا ما قبل الدستور 1991، وثانيها عن البنية المؤسسية للبرلمان في ظل الدستور 1991. وفي الفصل الثالث من الكتاب تناول المؤلف الأجهزة السياسية والإدارية المسيرة للعمل البرلماني، وخصص الفصل الرابع لوظائف البرلمان ومساطر وإجراءات العمل البرلماني التشريعي والرقابي. وفي الفصل الخامس ركز المؤلف على النظام الانتخابي لأعضاء الجمعية الوطنية. وفي الفصل السادس والأخير تناول المؤلف الأسس القانونية الناظمة للضمانات الممنوحة لحامل الصفة البرلمانية وأسباب فقدانها ومواضيع أخرى مرتبطة بممارسة البرلمانية بشكل عام. نشاهد نبذة عن ضيفنا ثم نعود. أهلا بكم ضيفنا الكريم، وشكرا لكم على الحضور معنا. كما نرحب بكل المشاهدين، ونبدأ حديثنا عن المؤلف وكيف تم تأليفه وماذا عن نشره بالتزامن مع ذكرى دستور 91. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم جزيل الشكر أستاذ محمد ومن خلالكم لقناة ثقافية على الاهتمام بالإنتاج العلمي، ولذلك أنا أتقدم بالشكرين، شكر للقناة التي أتاحت لي فرصة لتقديم هذا الكتاب، والشكر الثاني لكم شخصيا على المبادرة والاهتمام بالتشجيع لإنتاجي ومن أجل إطلاع الرأي العام على أهم وأحدث الإصدارات الوطنية. فيما يتعلق بظروف تأليف هذا الكتاب وأسباب تأليف هذا الكتاب، أعتقد أو يمكن القول أن الأسباب الأساسية كانت وراءها دافع شخصي ودافع موضوعي. فالدافع الشخصي هو أني عندما كنت في مرحلة الماستر وكذلك في مرحلة الدكتوراه كنت أدرس في ماستر تتعلق بالدراسات الدستورية والسياسية، وفي الدكتوراه كذلك تخصصت في القانون الدستوري والعلوم السياسية. وفي مرحلة الماستر عندما عمدت إلى إعداد بحث التخرج كنت أفضل أن يكون موضوع رسالة حول نظام الدستوري الموريتاني أو يتعلق بأحد موضوعات النظام الدستوري الموريتاني، ولكن عندما ولجت الميدان وحاورت البحث وجمع المراجع وجدت صعوبة في جمع المادة العلمية لموضوع رسالة، ولذلك لم أجد بدا من اللجوء إلى الدراسات المقارنة والاستعانة بها. ومن ذلك الوقت عزمت على أني إن كتب الله البقاء أول فرصة بعد نهاية مراحل الدراسات العليا أي بعد مرحلة الدكتوراه سيكون العزم هو محاولة لملمة شتات أهم موضوعات النظام الدستوري الموريتاني. في مرحلة الدكتوراه تعزز لدي هذا العزم وعقدت عليه العزم من جديد، وكانت أطروحة الدكتوراه كذلك خصصتها نظام الدستوري الموريتاني،
وأول خطوة قمت بها بعد مرحلة الدكتوراه هي البدء في جمع المادة العلمية لإصدار مؤلف حول أحد هذه الموضوعات. بطبيعة الحال النظام الدستوري بمختلف تشكيلاته وبمختلف كذلك مكوناته من الصعب أن ندرجه في مؤلف واحد إذا كنا فعلا نحاول أن نلملم مختلف شتاته، ولأن إذا حاولنا أن نلملم مختلف شتاته في مؤلف واحد سيكون ذلك على حساب سيكون الكيف على حساب الكم. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه سيكون الاختصار مخلا، لذلك من الأفضل أن نخصص لكل واحدة من السلط العامة الثلاثة مؤلفا يتناولها. وكانت البداية طبعا بإحدى أهم هذه السلط وهي السلطة التشريعية في نظام الموريتاني. وتنوون الحديث عن السلطات الأخرى نعم تنفيذية لا, لا شك أنه هذا أنا بالنسبة لي أعتبره مشروع، وهذا المشروع كان وضع حجره الأساس في السلطة التشريعية على أساس أن يتواصل البناء إن شاء الله تعالى. جميل. طبعا تقديم الأستاذ الدكتور سيدي محمد السدبة مرحبا الكتاب كان جيد. طبعا يقول فيه: يتميز هذا الكتاب بشمولية المعالجة وموضوعيتها وجودة التوثيق ورصانة الأسلوب وعمق التحليل وسهولة التراكيب وسلامة اللغة. إنه في الحقيقة كتاب يستجيب لتطلعات الباحثين والطلبة والمهتمين بالحياة السياسية في موريتانيا. هناك، ما نظرتكم المكتبة القانونية الموريتانية والأبحاث المتخصصة في هذا المجال؟ بداية هنا لابد أن أفتح قوس وأتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأستاذي دكتور سيد محمد السدبة مدير مدرسة الدكتوراه بكلية العلوم القيمة الاقتصادية بجامعة نواكشوط، الذي صراحة أجله وأقدره، وكنت ممتنا لما تقدم به من إطراءات ومن طباعات لهذا المؤلف الذي أحسبه بالنسبة لي أحسبه مؤلفا متواضعا، ولكن للأمانة كان تقديم الأستاذ له شجعني كثيرا على اعتباري أن المؤلف سيضيف شيئا للمكتبة القانونية الموريتانية والعربية بشكل عام. ونقطة أخرى كذلك لابد أن أحيي كذلك الأستاذ الآخر الذي قدم الكتاب وهو أستاذنا كذلك دكتور محمد رمين الداهي رئيس سبق الجامعة نواكشوط، وهو طبعا خبير دستوري والآخر قدم لي الكتاب، وهي مناسبة لأقدم له جزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما قدم من انطباعات ومشاعر طيبة حول الكتاب. ماذا عن المكتبة الموريتانية، المكتبة القانونية الموريتانية؟ بحثكم، من خلال بحثكم ندرة الأبحاث في هذا المجال، تأثيرها على المكتبة المتخصصة القانونية الموريتانية؟ أعتقد أن بالنسبة للمكتبة القانونية الموريتانية يمكن أن نصنف وضعها إلى مرحلتين: مرحلة ما قبل فتح الماسترات في القانون الدستوري والقانون العام بشكل عام بجامعة نواكشوط، ومرحلة ما بعد فتح الماسترات وحتى الدكتوراه بجامعة. بالنسبة لي في المرحلة التي كنت أحضر فيها الماستر والدكتوراه كانت الماسترات غير موجودة في جامعة نواكشوط، وبالتالي لا يوجد، القلة القليلة هي التي تواصل دراساتها العليا في هذا المجال وتواصل أساسا في الخارج. ونظرا لصعوبة إنجاز البحوث حول موريتانيا، نظرا لندرة المراجع، غالبا ما يعزف الباحثون عن اختيار عن أن يخصصوا أبحاثهم للحالة الموريتانية. لذلك أما في الوضعية الحالية بعد تخرج بعض الدفعات من الماسترات في القانون الدستوري والقانون العام بشكل عام بجامعة نواكشوط، أعتقد أن هناك اهتمام أصبح لا بأس به في طرق الموضوعات المرتبطة بالحالة الموريتانية والنظام الدستوري الموريتاني بشكل عام، وإن كان ما زالت المادة العلمية ينقصها قدر من المتانة، وكذلك المصادر التي يمكن أن يعزو إليها الباحث ويستند إليها. ولذلك دائما فالكثير من الدراسات التي اطلعت عليها
فعلا ما زال عندها نقص كبير فيما يخص ما يمكن أن نسميه الالتزام بمعايير البحث العلمي الصارم، وإن كان هذا لا ينقص من اعتبار كذلك الكثير من الدراسات الأخرى توفر فيها معايير البحث العلمي، ولكن على الأقل ما طلعت عليه منها أو بعضها ما زال فعلا يحتاج إلى الكثير من التحين والتحديد. قبل أن نختم هذه الفقرة، ما قصدكم بولاية التشريعية السادسة خلال الكتاب؟ فعلا نحن في موريتانيا عندنا شوي مشكلة فيما يخص ضبط الولايات. مثلا في الدول الأخرى الولايات التشريعية للبرلمان دائما في كل ولاية تشريعية نظرا لكثرة الباحثين واهتمامهم بالمؤسسة البرلمانية الباحثين المختصين في المجال، في كل ولاية تشريعية نجد كم هائل من الدراسات حول هذه الولاية، وبالتالي أصبح عدد ولاية التشريع معروف مسبقا لأنه في كل ولاية موجود دراسات حول هذه الولاية التشريعية. بالنسبة لموريتانيا نظرا لغياب الاهتمام البحثي المتخصص بهذه المؤسسات نجد المسألة معرفة أعداد الولايات التشريعية غائبة عن الأذهان، ولذلك من الناحية العددية الولاية التشريعية الحالية تعتبر الولاية السادسة في ظل طبعا دستور 1991. جميل، نعود إلى الكتاب وإلى حديثكم عن النقاش الذي حصل حول النظام البرلماني والنظام الرئاسي إبان الاستقلال عن فرنسا، حيث قلتم: لقد شهدت الفترة اللاحقة على حصول موريتانيا على الاستقلال التام في 28 من نوفمبر 1960 نقاشا مستفيضا بين الأقطاب الممسكة بزمام الحكم في الدولة حول الاختيار بين الاستمرار في النظام البرلماني الذي أسسه دستور 1959 أو تبني نظام رئاسي. طبعا كقانونيين وباحثين، ما تأثير ذلك على السلطة التشريعية اليوم والنظام البرلماني الحالي؟ بالنسبة للسؤال يبدو أنه يتألم جزئين. فيما يتعلق بالإشارة إلى النقاش الذي حصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إبان الاستقلال، حتى لا أقول بين رأسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، هو كان نقاش طبعاً له ما يبرره. هما يبرروه نظرا لأن السلطة التشريعية آنذاك برئاسة المرحوم سي مختار حنجاي كان يهيمن عليها حزب اتحاد التقدمي، وأما بالنسبة لرأس السلطة التنفيذية وهو المرحوم رئيس المختار ولدادة فكان من حزب التجمع، يعني بالتالي كل واحد منهم ينتمي لحزب مناهض للحزب الآخر. والنظام الذي أسسه دستور 1959 يؤسس لماذا؟ يؤسس لنظام ذا طبيعة برلمانية، وبالتالي حتى رئيس الجمهورية أو الوزير الأول طبعا في دستور 59 الوزير الأول ينتخب من طرف الجمعية الوطنية، وهذا يحيلنا إلى ماذا؟ يحيلنا إلى اعتبار نوع من الفوقية للسلطة التشريعية السلطة التنفيذية، لأن السلطة التنفيذية أصبحت نابعة من السلطة التشريعية، بالتالي يمكن القول أنها تتحكم فيها. عندما حصلت البلاد على الاستقلال التام وأصبح البلاد رئيس دولة بدل وزير الأول، كان المختار ودادة كذلك يحاول أن يقلب الكفة، فبدل أن تكون السلطة التشريعية التي توهم على السلطة التنفيذية يكون العكس، يكون السلطة التنفيذية نابعة من إرادة الشعب، وبالتالي تكون لها سلطة فوقية على السلطة التشريعية إن لم تكون موازية لها، وبالتالي دافع بقوة عن فكرة ضرورة تعديل دستور 59 أو تبني دستور جديد. هذا الدستور طبعا كان إلى حد ما متباينا مع دستور 59، لأنه دستور يؤسس نظام رئاسي، ومن المعروف النظام الرئاسي تكون فيه السلطة التنفيذية أقوى من السلطة التشريعية، على العكس من نظام البرلمان الذي تكون فيه السلطة التشريعية دائما أقوى وأكثر مركزية من السلطة التنفيذية، لأن السلطة التنفيذية دائما تكون نابعة من البرلمان، فرئيس الحكومة يعين من حزب الفائز بالأغلبية في البرلمان. تأثير ذلك لا، لكن تأثير ذلك على الوضعية الحالية لا لا لم ي... لا أعتقد أنه له تأثير كبير، نظرا لماذا؟ نظرا لأن الدستور 61 تم إلغاؤه بموجب انقلاب 1978، وبالتالي انفصلنا، أصبح هناك مرحلتين متباينتين، انتقلنا من مرحلة 61 إلى 1978، ثم جاءت مرحلة الأحكام العسكرية التي لا يوجد فيها دستور ولا مؤسسة تشريعية، إلى 1961 تم تبني دستور جديد، والدستور الجديد هو الآخر لم يكن طبقا لأصل دستور 61، بل تبنى نظام شبه رئاسي.
شبه رئاسي، شبه رئاسي، وبالتالي ليس نظام رئاسي، ولا ليس نظام رئاسي مثل الدستور 61، وليس نظام برلماني مثل الدستور 59، وإنما هو نظام شبه رئاسي متأثر إلى حد كبير بالنظام الفرنسي الذي أسسه الدستور الفرنسي 1958، والذي طبعا يقوي مركزة رئيس السلطة التنفيذية، سواء يقوي مركز رئيس السلطة التنفيذية على حساب الطرف الثاني في السلطة التنفيذية وهو الحكومة، لأن الحكومة في الأنظمة الشبه الرئاسية وجودها يمكن أن نقول أنه هامش. حتى على مستوى تتبع المضامين الدستورية سنجد أن الدستور يركز أساسا على صلاحيات رئيس الجمهورية بدل الحكومة، ومن باب أحرى كذلك السلطة التشريعية. فسنلاحظ كما اطلعنا في الكتاب أن الدستور يكرس ماذا؟ يكرس هيمنة الحكومة على أهم اختصاص للبرلمان ألا هو التشريع، إصدار القوانين. نعم، شكرا جزيلا. من خلال الفصل، في الفصل الثالث الصفحة 85 طبعا من الكتاب، ذكرت من المشرع حدد المشرع الدستوري الموريتاني عدد اللجان الدائمة في البرلمان في 5 لجان، حيث أكدت على ذلك مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 64 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل، ونفس المقتضيات أكدت عليها المادة 33 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية. هل استوفت اللجان، قضية اللجان، هل استوفت اللجان البرلمانية مجالات العمل الحكومي من وجهة نظركم؟ بالنسبة للمشرع الموريتاني حدد، خصوصا المشاريع الدستوري، حدد اللجان البرلمانية في خمسة، لجنة للعدل والداخلية، ولجنة للمالية، ولجنة للشؤون الاقتصادية، ولجنة للتوجيه الإسلامي والثقافة والمصادر البشرية، ولجنة كذلك للمالية. عموما عدد اللجان 5، وكل لجنة تتألم 15 عموما. لكن هل هذه اللجان تستوفي مجالات العمل الحكومي؟ أعتقد لا، لأن العدد يمكن أن نقول أنه عدد ضئيل، وذلك سنجد العديد من اللجان ربما تناقش موضوعات لا علاقة لها بها من حيث التسمية على الأقل. مثلا موضوع المعادن والطاقة لا توجد لجان مختصة مثلا بدراسته، وهو موضوع خصوصا في المرحلة الحالية أصبح مسألة التعدين وقوانين المتعلقة بالتعدين أصبحنا بحاجة فعلا إلى ترسانة قانونية توضح بشكل كبير أو تتناول بشكل كبير تنظيم التعدين في موريتانيا، خصوصا مع الطفرة في مجال التعدين الأهلي، وكذلك في مجال الطاقة، ثم كذلك التنمية الحيوانية في مجال الزراعة. هذه أعتقد أن ما زلنا بحاجة فعلا إلى زيادة عدد هذه اللجان حتى نحرص على جودة، لأن هدف اللجان البرلماني أصلا هو ماذا؟ لأنها تعتبر مخبر لدراسة المشاريع القوانين المقدمة إليها أو المقترحات القوانين المقدمة إليها. ولكن عندما تتكاثر الملفات على هذه اللجان سيصبح من الصعب عليها أن تتناول بدقة وبدراسة دقيقة هذه الملفات رغبة شعوبها. كخبير دستوري تطالبون بزيادة لجان البرلمان؟ بالنسبة لي أعتقد أن فعلا بحاجة إلى زيادة عدد اللجان البرلمانية، بحاجة إلى زيادة اللجان البرلمانية حرصا على ماذا؟ حرصا على تحديد الأدوار، وحرصا كذلك على أن تكون كل المشاريع المقدمة وكل المجالات المقدمة إلى البرلمان المشاريع المرتبطة بها تتم دراستها بشكل أكثر دقة وأكثر شمولية واتساع. جميل. من خلال الفصل الرابع أجبتم على سؤال مطروح حول وظائف البرلمان. وظائف البرلمان، هل من إيجاز لتلك الوظائف يمكن تقديمه للمشاهدين؟ بالنسبة لوظائف البرلمان للأمانة تستحق تأليفا بمفرده، ولكن باختصار يمكن القول أن وظائف البرلمان يمكن أن تقسم إلى شكلين، وهذا ما أشرت إليه في الكتاب. وظائف تقليدية وهي وظيفة التشريع والمراقبة، ووظائف حديثة وهي الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية، وكذلك الوظيفة الثقافية للبرلمان. لكن بالنسبة للوظائف التقليدية التي ما زالت فعلا هي السائدة وهي الأهم في وظائف البرلمان، يمكن القول أنها هي وظائف التشريع ووظائف المراقبة. وظيفة التشريع حددتها المادة 57 من الدستور، والتي حاولت أن تحدد
قائمة بالمجالات التي يشرع البرلمان فيها، لكن هذا التحديد ليس حصريا، فهناك مواد أخرى تناولت موضوعات يتم التشريع فيها بقوانين، يتم التشريع فيها بقوانين، لكن عموما هذا التحديد سواء في مادة واحدة أو سواء في عدة مواد يحلنا إلى مسألة أخرى أكثر خطورة، وهي أنه المادة 59 من الدستور نصت على ماذا؟ أن كل المواد الخارجة عن مجالي القانوني هي من اختصاصي التنظيم، وهذا يحلنا إلى مسألة، وهي أن مجال اختصاص البرلماني لا هو التشريع الذي هو من حيث الأصل اختصاص حصري له أصبح محدد ومحصور في مواد في الدستور، بينما مجال التنظيم أي المجال الذي تشرع في سلطة التنظيم أصبح مفتوح ولا حصر له ولا حد. التحديد الوحيد المرتبط به هو أنه كل الموضوعات الخارجة عن مجال القانون ومن اختصاص السلطة التنظيمية. زيد على ذلك أن المشرع الدستوري لم يكتفي بتحديد مجالات اختصاص البرلمان الذي يوضح بشكل كبير أن الحكومة أصبحت هي صاحبة المجال اختصاص التشريعي بشكل عام لأن مجالها غير محدد. زيادة على ذلك أن المسطرة التشريعية التي يمر بها إقرار القوانين تهيمن كذلك على الحكومة بمختلف مراحلها، سواء من حيث إعداد جدول أعمال البرلمان عنها ماذا، وهذا نص النظام الداخلي للبرلمان الذي ينص، وحتى بنص الدستور الذي ينص من حيث المبدأ أن مسألة اقتراح التشريع أنه بالتساوي بين الحكومة والبرلمان، تساوي بين الحكومة والبرلمان، ومن حيث الأصل البرلمان هو صاحب ماذا؟ هو صاحب مثل اختصاص الاقتراح واتصال كذلك الإقرار. هنا سنجد أن الدستور سواء بين الحكومة والبرلمان في مسألة اقتراح. زد على ذلك أنه في ترتيب جدول أعمال البرلمان النظام الداخلي ينص على أن الأولوية، وحتى الدستور نص على أن الأولوية فيه تكون للمشاريع المقدمة من طرف الحكومة. زد على ذلك أن الحكومة يمكن أن تعترض على كل التعديلات التي وقدم بها البرلمان أثناء سواء على مستوى الجلسة سواء على مستوى كذلك الجلسة العامة، فضلا كذلك عن هيمنتها على أنماط التصويت على القوانين التي يتيحها الدستور ونظام داخل البرلمان، تعطي الحكومة حيزا واسعا من خلاله يمكن أن تفرض هيمنتها أو تضغط على البرلمان من أجل أن يصوت على قانون مشروع قانون معين. نعم، الوظيفة الأساسية هذا فيما يخص التشريع. فيما يخص الوظيفة الثانية وهي الرقابة، الرقابة بالنسبة للحالة الموريتانية وكذلك في حالة أغلب الأنظمة الدستورية المقارنة تقسم إلى نوعين، هناك رقابة يترتب عنها إدارة المسؤولية السياسية للحكومة، ورقابة لا يترتب عنها إدارة المسؤولية السياسية للحكومة. فالرقابة التي لا يترتب عنها إدارة المسؤولية السياسية للحكومة هي تتمثل في الأسئلة الشفوية والكتابية التي دائما تكون تواكب السياسات العمومية، استفسار عن إنجاز نشاط معين، عن صفقة معينة إلى آخر ذلك، لكنها في النهاية لا يترتب عنها إدارة المسؤولية السياسية للحكومة، فهي فقط بمجرد نوع من ربما بين قوسين يمكن أن نسميه استفزاز للحكومة أو إشعار الحكومة بأنها مراقبة وأنها تخضع للرقابة من طرف البرلمان. الشكل الثاني من الرقابة هو الذي يثير المسؤولية السياسية للحكومة ويتجلى في مسألتين، ما يسمى بمسألة الثقة، مسألة الثقة، وما يسمى كذلك بملتمس الرقابة. بالنسبة لمسألة الثقة هذه يكون مصدرها الحكومة، وملتمس الرقابة يكون مصدرها البرلمان. سأشرح فيما يخص مسألة الثقة، فالدستور ينص على أن الوزير الأول يمكن أن يربط مسؤولية الحكومة بتصويت البرلمان على مشروع قانوني معين أو سياسة عامة أو السياسة العامة للحكومة. في هذه الحالة عندما يربط الوزير الأول مسؤولية الحكومة بالتصويت على تصويت البرلمان على نص قانوني معين أو السياسة العامة للحكومة، في هذه الحالة عندما يصوت البرلمان ضد مشروع قانون معين أو السياسة العامة للحكومة معنى ذلك أنه صوت بسحب الثقة من الحكومة، وعلى الحكومة تقدم استقالتها فورا. هنا سنلاحظ أن الحكومة أن مبادرة سحب الثقة من الحكومة كانت من الحكومة نفسها. الحالة الثانية أن يكون سحب الثقة من الحكومة بمبادرة برلمانية، وهو ما يسمى بملتمس الرقابة، حيث يمكن أن يدخل أعضاء البرلمان
أن يقدموا التمس الرقابة إلى البرلمان بطلب السحب الثقة. وظائف البرلمان تحتاج حصة. إذن هذا باختصار وما يتعلق به الوظائف التقليدية للبرلمان، وهي التي فعلا هي أهم الوظائف التي يمارسها الفاعل التشريعي والمرافق. شكرا لكم دكتور. المبحث الخامس خصصته تحدث عن ضوابط التأهيل للترشح للمقاعد البرلمانية. طبعا وهي ضوابط مهمة جدا للمشاهد، خصوصا نحن مقبلين الانتخابات. أعتقد أن هذا السؤال في سياقه وفي زمانه، نرى أن البلاد حسب المداولة الأخيرة للجنة المستقلة للانتخابات مقبلة على انتخابات في الشهر الخامس من السنة المقبلة. بالنسبة لضوابط الترشح، يجب أن نفرق بين مسألتين. نفرق بين ضوابط شروط الناخب، بمعنى شروط اكتساب صفة الناخب، لأنه من حيث الأصل لا يمكن الترشح إلا من لديه هذه الصفة، صفة الناخب. شروط اكتساب صفة الناخب هي بلوغ سن الرشد القانوني وهي 18 سنة، المواطنة وكذلك التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والإقامة في الدائرة الانتخابية لمدة لا تقل عن 6 أشهر. إذن هذا فيما يخص شروط اكتساب صفة الناخب. نفس هذه الشروط تشترط في المترشح، أنا يشترط في المواطنة الجنسية الأصلية أو الجنسية المكتسبة بشرط لا تقل عن 10 سنوات، وكذلك التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وهنا أشير إلى أن بالنسبة للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية الكثير من الناس يستفسرون عنها، أن المقصود بالتمتع بالحقوق المدنية هو أن يكون الشخص يحسن التصرف في حياته الخاصة، أي غير سفيه. أما بالنسبة للتمتع بالحقوق السياسية أن يكون الشخص لم يصدر في حقه أحكام جنائية سالبة بالحقوق السياسية. هذه الشروط، أي شروط صفة اكتساب الناخب، هي نفسها تشترط كذلك في الأهلية للترشح. يزاد عليها شرط السن، وهي بلوغ الناخب ل 25 سنة. مثلا الناخب يشترط اكتساب صفة الناخب يشترط فيها بلوغ فقط سن الرشد القانوني وهي 18 سنة، ما بالنسبة للترشح النيابيات وكذلك الجهويات والبلديات فيشترط في الناخب أن يكون بلغا من العمر 25 سنة. وفي شرط آخر هو أن يكون مسجلا على اللائحة الانتخابية، لأنه يعني يمكن أن تتوافر في مختلف شروط اكتساب صفة الناخب، لكن يمكن أن يعزف عن التسجيل على اللائحة الانتخابية، وهنا لا يمكن أن يصوت في الانتخابات ولا يمكن أن يترشح. طبعا خصص من الفصل السادس والأخير للكتاب الحصانة البرلمانية والضمانات المرتبطة بها وحالات فقدها وأنواع الحصانات وأنواع الحصانات وعوارض فقدانها. طيب، فيما يخص سؤال حول الحصانة البرلمانية، يمكن أن نقول أن الحصانة نوعان، فهناك الحصانة الموضوعية وهناك الحصانة الشرعية. بالنسبة للحصانة الموضوعية فيقصد بها عدم مؤاخذة النائب البرلماني على ما يصدر منه من قول أو فعل فيما أثناء مزاولته لمهامه البرلماني، هذه الحصانة الموضوعية، عدم مؤاخذة النائب البرلماني على ما يصدر من قول أو فعل أثناء ممارسة مهامه البرلماني، وهذه فعلا مكرسة بالمادة 50 من الدستور الموريتاني. وهناك الحصانة الإجرائية، الحصانة الإجرائية يقصد بها عدم متابعة النائب البرلماني في حال ما إذا ارتكب الجناية إلا بإذن من البرلمان، وهذا يحيلنا إلى أن نقول أن الحصانة الإجرائية تتجلى في حالتين. الحالة الأولى إذا قام النائب بارتكاب جناية أثناء الدورات البرلمانية، سواء كانت دورة عادية أو دورة استثنائية، وفي هذه الحالة لا يمكن متابعته والاعتقاله إلا بإذن من البرلمان. الحالة الثانية أن يقوم النائب بارتكاب الجرم وهو خارج الدورات البرلمانية، وكذلك لا يمكن توقيفه واعتقاله إلا بإذن من البرلمان، لكن باستثناء ماذا؟ في الحالتين يستثنى منه حال التلبس، بشرط ما إذا لم يضبط النائب متلبسا بالجريمة. فإذا ضبط النائب متلبسا بالجريمة ففي هذه الحالة يمكن إيقافه واعتقاله. طيب، ولكن حال التلبس بالرجوع إلى القوانين الموريتانية، سنجد أن حال التلبس خصوصا القانون الجنائي، حالة التلبس تكون فيها إحدى ثلاث. الحالة الثانية إذا وجد النائب وهو في حالة ارتكاب الجرم. الحالة الثانية إذا وجد وهو ما زال يصيح عليه الجمهور أنه ارتكب الجرم. والحالة الثانية إذا وجد
إذا وجد بيده السلاح فورا بعد ارتكاب الجريمة بقليل، معناها ما يدل على أثر ارتكاب الجريمة. إذن في هذه الحالات الثلاثة يمكن إيقافه واعتقاله. جميل. في الختام خلاصة واستنتاجات التي خرجتم بها من الكتاب. لا لكن بالنسبة لاختصار الوقت حالات فقدان السؤال الثاني أنواع الحصانة هذا يعني سأختصر أوارد حالات فقدان. فقدان الصفة البرلمانية عندها أسباب عام، معناها أسباب فقدان الصفة البرلمانية عندها أسباب عام وأسباب خاصة. بالنسبة للأسباب العام لفقدان الصفة البرلمانية فهذه تتعلق انتهاء الولاية التشريعية، انتهاء بطريقة عادية أو انتهاءها بطريقة استثنائية عن طريق حل حل من طرف رئيس الجمهورية بموجب المادة المادة 39 من المادة 31 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية يمكن أن يحل البرلمان بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس المجلس الدستوري. وطبعا هذه مسألة الحل نحن أمامها على الأقل، لأنه حسب المداولة التي أصدرت اللجنة المستقلة للانتخابات أن الانتخابات ستكون في شهر 5، وهذا ما يدل على أنه البرلمان الحالي لم تنتهي مأموريته الانتخابية، لأن البرلمان الحالي تنتهي مأموريته الانتخابية في دورة أكتوبر. بالتالي وهذا ما يجعلنا بطبيعة الحال سنكون أمام حل للبرلمان بعد انتهاء دورته الحالية إذا استمرت اللجنة الانتخابية في تحديد آجالها التي سبق أن ذكرتها في مداولتها الأخيرة. جميل. خلاصة الأسباب الخاصة أسباب خاصة لفقدان الصفة البرلمانية، وهذه تكون إما بتغيير انتماء سياسي، وهذا نص عليه قانون الأحزاب السياسية الذي نص على أنه النائب الذي يستقيل من حزبه السياسي الذي ترشح باسمه يفقد صفته البرلمانية بمجرد استقالته من هذا الحزب أو بمعنى انتقاله مثلا إلى حزب آخر. والحالة الثانية هي فقدان طرو موانع أهل الترشح، ذلك اللي تحدثنا عن موانع أهل الترشح إذا طرى على النائب أحد تلك الشروط هنا أثناء الولاية التشريعية في الحالة يفقد صفته البرلمانية. جميل. خلاصات واستنتاجات في دقيقة. وهذا هو أصعب شيء أن تلخص كتاب من حدود 300 صفحة في دقيقة، ولكن على كل حال سألخص الموضوع، لأن يمكن القول أن الوضعية في موريتانيا وضعية البرلمان الحالي في موريتانيا حولت السلطة الشرعية من سلطة مكلفة بعملية سن القوانين بدءا بالاقتراح إلى المصادقة على القوانين أو التصويت عليها، حولتها إلى مجرد غرفة لتسجيل مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة. هذا هو الواقع، وهذا يمكن القول أنه ساهم فيه عاملين، عامل موضوعي قانوني وعامل ذاتي. العامل القانوني الموضوعي هو ما تحدثنا عنه من أن الدستور يكرس هيمنة الحكومة على العمل التشريعي سواء في مختلف مراحل مسار التشريع وصولا إلى المصادقة على أو التصويت على مشاريع القوانين. والعامل الثاني وعامل ذاتي يتعلق بالبرلمانيين أنفسهم، لأننا لا يمكن أن نتجاهل أن العوائق الذاتية للبرلمانيين أنفسهم أي ضعف تكوين النخب البرلمانية وكذلك عدم اختصاص كثير من أعضائها. والنقطة الثانية ظاهرة الغياب المبتكر عن جلسات البرلمان. تصور معي أن أهم مشروع قانون يقدم للبرلمان هو مشروع قانون مالية، وتارة تجد الجلسة العانية التي ستصادق عليه لا يحضرها سوى 20 أو أقل من 20 من أصل 157 نائب. هذا خطير جدا. والنقطة الثالثة كذلك ربما يكون عدم الوعي بجسامة المسؤولية في تمثيل الأمة. شكرا لكم ضيفي الكريم الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي أستاذ القانون الدستوري بجامعة نواكشوط وبجامعة العلوم الإسلامية بالعيون، رئيس مركز نواكشوط الدراسات القانونية والاجتماعية، مؤلف كتاب السلطة التشريعية في النظام الموريتاني من نشأة الفكرة النيابية للولاية التشريعية السادسة في ظل الدستور 1991 المعدل. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة، لكم تحياتي وتحيات فريق البرنامج، في أمان الله. شكرا. اقرأ كتابك فالحياة سراب، ما لم يقدها في الدروب كتاب. يا حبذا الوطن العزيز حبذا، قمر المعارف ما عليه حجاب.